صباح الخير. صباح النور. طلعت الباب البص؟ طبعا، بس انا اتاخرت في النوم قوي النهارده. راحت عليا نوم، ما سمعتش الالارم من كتر التعب. كنت فين بقى طول الليل؟ في الواد الديلر اللي اسمه شادي رستم ده، اللي هو ميت اوفر دوز في شقته في جاردن سيتي. يا خبر، ومين اللي عمل فيه كده؟ مال فيه ايه؟ بقول لك الواد خد حقنه ومات. حول ولا قوه الا بالله. هو انت كنت تعرفي الواد ده هنرميه؟ لا طبعا. اعرفه منين يعني؟ انت قلتي لي انك كنت تعرفي الشله كلها. انا قلت لك ان انا كنت بشوف حسن وساره في النادي وكنت بسمع اخبارهم، لكن الولد ده عمره ما جه النادي اصلا. ازاي انت اصلا تفكر ان انا اعرف واحد زي ده؟ انا عمال الف في دوائر حوالين نفسي، كل ما اجي اقرب خطوه تحصل حاجه ترجعني 10. المشكلة بقى إن الإدارة كلها بقت فوق دماغي. يا أوصل لحاجة في موضوع الدكتور والمخبر، يا القضية كلها تروح مني. طب ما دام القضية تعباك قوي كده ما تسيبها. أنا ما اتعودتش أمشي خسران يا نرمين. عمرها ما حصلت معايا، خصوصًا في قضية حساسة بالشكل ده. ده موضوع إيجو بقى مش القضية نفسها. ولا إيجو ولا زفت. بس أنا حاسس إن اللي بيحصل ده كله عشان حسن خرج من السجن. طب وإيه علاقة حسن بالموضوع؟ ما لو حسن فعلا ما قتلهاش، يبقى اللي قتلها اكيد مش عايز يوصل للحقيقه.